في الارم لازم نتعرف على النيرفز الكبيره. فاحنا ما دمنا بنشرح دلوقتي في الانتيرو كومبارتمنت، فيبقى عندي النيرفين الكبار بالاضافه للماسكول كوتينس نيرف اللي احنا خدناها سابقا، عندي ميديان نيرف وعندي الالنر نيرف. ادي الالنر نيرف. فانا طبعا قبل كده اتكلمنا قلنا طبعا ده البراكيال ارترا اهو، ادي البراكيال ارترا اهو ماشي اهو في الفرونت بتاع الفور ارم اهو، وعلى المسل دي بتاعت الايه اللي اسمها البراكيالس. ببص لقى هنا في نيرف اهو اسمه ميديا نيرف، طالع بتو روتس، لاترال روت وميديا روت. اللاترال روت طالع من اللاترال كورد وبيطلع منه نيرف اسمه ماسكولوكوتينس نيرف، وده الميديا روت اهو بيمشي على الميديا سايد اوف ذا اكزيلر والبراكيال ارترا اهو. يبقى دول النيرفين الكبار اللي هدرسهم دلوقتي، ده الميديا نيرف وده الالنا نيرف. اما اجي امسك الميديا نيرف، الميديا نيرف طالع بتو روتس، لاتر روت من لاترال كورد، ميديا روت من الميديال كورد، الاثنين مع بعض يعملوا ميديا نيرف. ميديا نيرف بيمشي على اللاترال سايد بتاع الاكزيلاري والبراكيال ارتري حد الانسرشن بتاع الكوراكو براكيالز. عند الانسرشن بتاع الكوراكو براكيالز يعمل كروس ويجي على الميديال سايد، يمشي على الميديال سايد اوف ذا براكيال ارتري لحد ما يوصل للفصه اللي احنا بندي لها اسم بيسموها الكيوبيتال فصه. يبقى ده اول نيرف. النيرف الثاني اللي هو الالنر نيرف، الالنر نيرف اهو، الالنر نيرف الاقيه بيمشي برضو على الميديال سايد بتاع الاكزيلاري، طبعا ده طالع من الميديال كورد بتاع البراكيال بلكسس اهو، بيمشي على الميديال سايد بتاع الاكزيلاري والميديال سايد بتاع البراكيال لحد الانسيرشن بتاع الكوراكو براكيالس. هنا ده بقى بيخترق الميديال انترماسكولار سيبتا اهو، ادي المفروض في ديب فاشه هنا اللي هي الميديال انترماسكولار سيبتا، بيخترقها ويخش البوستيرو كومبارتمنت، يعني هنا بيختفي. عشان كده الالنا نيرف برسمه بالمنقط اهو، يخش البوستيرو كومبارتمنت، يفضل ماشي على البوستيرو كومبارتمنت لحد الباك اوف ذا ميديال ايبيكوندايل، يمشي على الباك اوف ذا ميديال ايبيكوندايل. يبقى الميديا نيرف يمشي على اللاترال كروس، يجي على الميديال، الالنا نيرف يمشي على الميديال لحد الانسيرش بتاع الكوراكو براكيالس، يخترقها ويخترق الديب فاشا او الانتر ماسكولار سيبتم ويخش البوستيرو كومبارتمنت لحد الباك اوف ذا ميديال ايبيكوندايل. ده الالنر والميديا نيرف. لو نيجي نشوفهم بالالوان بقى، ادي دلوقتي ده الميديا نيرف اهو كان موجود على اللاترال، عمل كروس جه بعد كده على الميديال. هنا ده الالنر نيرف اهو مش على الميديال، بعد كده اختفى عند الانسيرشن بتاع الكوراكو براكيال. اختفى ليه؟ لانه دخل في هذه الحاله في البوستيرور ايه كومبارتمنت، ويفضل ماشي في البوستيرور كومبارتمنت لحد ما يجي على الباك اوف ذا ميديال ايه ايبيكوندايل. النيرف اللي باين ده بين البايسبس وبين البراكيالز، ده النيرف ده اللي احنا بنديله اسم بيسموه الماسكولوكوتينس نيرف. إيه